الإملاء أولا أتدرب أتمم الكلمات بالهمزة المناسبة على الألف على السطر على الياء على الواو. سائل همزة مكسورة كتبت على الياء. رؤوف همزة مضمومة قبلها فتحة كتبت على الواو. مائدة همزة مكسورة كتبت على الياء. رأس همزة ساكنة قبلها فتحة كتبت على الألف. مؤذن همزة مفتوحة قبلها ضمة كتبت على الواو. ذئب همزة قبلها كسرة كتبت على الياء. مسألة همزة مفتوحة قبلها سكون كتبت على الألف. قراءة كتبت على السطر. دأب همزة مفتوحة قبلها فتحة كتبت على الألف. مسؤول ثانيا أتذكر وأكتب كلمات فيها همزة متوسطة على الياء. ذئب مئذنة فائدة كلمات فيها همزة متوسطة على الواو. مؤذن فؤاد سؤال كلمات فيها همزة متوسطة على الألف. سأل رأس يأكل.